النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. العاصفة انحسرت والأجواء انقشعت وبياض الثلوج واضح على القمم، وما بعد العاصفة اقتراب للإعلان عن الحكومة اللبنانية وخلاف دولي سوري على لجنة الدستور ومطالبة تركيا بجثة خاشقجي ودعوة خطيبته إلى دفن جثته في المدينة المنورة ومسلسل العثور على طرود مفخخة في أمريكا مستمر. أما الحدث الذي فاجأ الجميع فتمثل بزيارة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسقط ولقائه السلطان قابوس بن سعيد، وهو ما أكده الإعلامان العماني والإسرائيلي. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من قول نتنياهو إن دول الجوار تتسابق للتطبيع مع إسرائيل. محليا القوسان واضحان والأدنى منهما الحكومة ما زال الكلام عليه في موضعه، وغدا والأحد مهمان وأقصى حد للإعلان عن التشكيلة الوزارية يوم الاثنين، وإذا لم يتم ذلك فإن فترة حكومة تصريف الأعمال ستطول. عودة إلى الأجواء الحكومية، حركة ناشطة بأكثر من اتجاه والصورة تتبلور في الساعات المقبلة، والعريض في عين التيني والوزير خليل والنائب أبو فعور في بيت الوسط الذي اكتفى بالقول إن اللقاء كان تشاوريا. أجواء ترقب لما ستؤول إليه مشاورات واتصالات الرئيس سعد الحريري لحلحلة العقد الباقية في الملف الحكومي، وتشير المصادر المتابعة بأن المعروض على القوات هي وزارة العمل، والاتصالات جارية لحلحلة الأمور. وتضيف المصادر بأن لا موعد حتى الساعة للقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف الحريري، إلا أن القنوات مفتوحة بين الرئيسين. أما بالنسبة للأخبار المتداولة حول ضرورة تأليف الحكومة قبل 31 تشرين الأول وهو تاريخ الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس عون، فتؤكد المصادر إلى أن مسألة وضع المهل يدخل في سياق الأحاديث الإعلامية، وتؤكد المصادر نفسها إلى أن البحث لا يزال محصورا بالحقائب ولم يصل بعد إلى مرحلة وضع أسماء للحكومة. الوزير السابق غازي العريضي وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن أمله في أن تسفر الجهود المبذولة عن تشكيل الحكومة قريبا، متمنيا أن يدرك الجميع خطورة المرحلة التي نمر بها والتوجه نحو تشكيل الحكومة، ودعا إلى أن يحذو الجميع حذو النائب السابق وليد جنبلاط كي تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن. الآن أصبحنا في وضع دقيق وحساس جدا، علينا أن نعرف كيف نأخذ الخطوات بشجاعة، وهذا ما أقدم عليه وليد بيك فيما يخص الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي والتمثيل في الحكومة. التسوية إقدام وشجاعة وليست تنازلا أو تراجعا، هذا ما بادر إليه وليد بيك. نأمل أن يحذو الجميع حذوه في هذا الاتجاه لكي نرى الحكومة في أسرع وقت ممكن. وفي بيت الوسط الرئيس المكلف سعد الحريري التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، وتم عرض آخر التطورات والمستجدات السياسية إضافة إلى الوضع الحكومي. ومساء التقى الرئيس الحريري النائب وائل أبو فعور موفدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وتم عرض تطورات في البلاد. استمرار الاشتباكات بوتيرة منخفضة بين حركة فتح وأنصار الله في مخيم الميومي، ومندوبنا عبد المولى خالد يؤكد تنشيط الاتصالات لمنع تجدد الاشتباكات بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار. تراجعت الاشتباكات لكنها لم تنتهي، الميومي ما زال في دائرة الحذر، والرئيس نبيه بري كلف محمد الجيباوي القيادي في أمل بطرح مبادرة هدفها تثبيت وقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة داخل المخيم. النائبان بهية الحريري وأسامة سعد أجريا مروحة اتصالات واسعة بالقيادات الفلسطينية لضبط الوضع، كذلك اجتمع الشيخ ماهر حمود بعدد من المعنيين بالاشتباك بين حركة فتح وأنصار الله. رشقات نارية سمعت طوال ساعات النهار داخل المخيم، وأفادنا مندوبنا عبد المولى خالد أن هناك عمليات قنص ينفذها عناصر من حركة فتح وأنصار الله بحسب مصدر فلسطيني وسط انتشار مسلح في أحياء المخيم. مخيم الميومي كان قد شهد جولة قتال دامية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة طاولت شظاياها مناطق عدة شرقي صيدا وصولا إلى تخوم بلدة الميومي.
أما حصيلة الاشتباكات فوصلت إلى قتلين وثمانية جرحى فضلا عن الضرر المادي الذي لحق بالممتلكات. كذلك حوصر عدد من الطلاب داخل مدارسهم في الميومية بسبب الاشتباكات. مبادرة الهدنة كان قد خرقها بعض رصاصات القناصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح إلى خارج المخيم خوفا من تدهور الوضع الأمني. ورغم تشكيل لجنة أمنية لمتابعة الوضع عن كثب، لم تتمكن من التوغل داخل المخيم واكتفت بالمراقبة عن بعد. الجيش اللبناني اتخذ بدوره إجراءات أمنية مشددة لضبط الأمن ولحفظ السلم الأهلي دون أن تكون له أي مشاركة في الاشتباكات. خطيبة خاشقجي تكشف أنه كان متخوفا قبيل دخوله القنصلية السعودية، ومدعي عام اسطنبول قدم طلبا لتسليم المشتبه بهم 18 المعتقلين في السعودية في قضية خاشقجي. بعد 25 يوما من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، أطلت خطيبته خديجة جنكيز في مقابلة تلفزيونية لهابير تورك فارغة من توجيه الاتهامات وكشف الأدلة. وقالت أن خاشقجي افترض أن السلطات السعودية لن تستجيبه أو تعتقله في تركيا، رغم أنه كان قلقا من حدوث التوترات عندما زار القنصلية في اسطنبول. خديجة أكدت أن خاشقجي لم يطلب منها الاتصال بأي شخص إذا ما حدث له شيء خلال زيارته الثانية للقنصلية في الثاني من تشرين الأول، لكنه أبلغها من قبل بأن تتصل بياسين أكتاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا ما حدث له أي مكروه في تركيا. وأشارت إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القدوم للولايات المتحدة تهدف لاستمالة الرأي العام، ولكنها أكدت في المقابلة أنها لا تخطط للذهاب إلى البيت الأبيض حتى تثبت الولايات المتحدة صدق جهودها لحل قضية مقتل خطيبها. وفيما لا تزال الشرطة التركية تبحث عن جثته، وهو ما يطالب به نجل الصحفي صلاح خاشقجي الذي وصل إلى الولايات المتحدة ليلة الخميس بعد مساع حثيثة من واشنطن. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنقرة أن تركيا لديها أدلة إضافية عن مقتل خاشقجي، مخاطبا السعودية قائلا: قتل خاشقجي واضح للعيان، أين الجثة؟ ينبغي أن تظهروها. سعودي önemli bir yetkili şu ifadeyi de kullanıyor. وعلى خط المواقف الدولية، أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن ترحيب الكرملين بموقف العائلة المالكة السعودية. أما النمسا فالتحقت بألمانيا وطالبت بحظر بيع الأسلحة للسعودية، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء الحرب البشعة في اليمن. في المقابل أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا صلة بين وقف مبيعات السلاح للسعودية وقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن القبض على خلية من 6 أشخاص تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو. أهلا بكم من جديد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أمام وفد فرنسي التزام لبنان توصيات مؤتمر سادر وتطبيق الخطة الاقتصادية، وجدد الرئيس عون التأكيد على أن لبنان لا يمكنه أن ينتظر تحقيق الحل السياسي في سوريا لتتم عودة النازحين. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن لبنان ملتزم توصيات مؤتمر سادر بالتزامن مع تطبيق خطة النهوض الاقتصادية التي أقرتها الحكومة المستقيلة لتعزيز قطاعات الإنتاج في البلاد. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا برلمانيا فرنسيا مشتركا من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين برئاسة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية ماريال دو سارناز. الرئيس عون أوضح للوفد أن لبنان الذي قدم منذ العام 2011 وحتى الآن الرعاية الكاملة للنازحين السوريين ما ألحق تداعيات سلبية على اقتصاده وأمنه وبنيته الاجتماعية يدعم اليوم مسيرة العودة الآمنة لهؤلاء النازحين. وأكد أن الغالبية العظمى من النازحين السوريين تركوا قصرا المناطق بسبب القتال، ومن البديهي مع توقف المواجهات العسكرية
أن يعودوا إليها تباعا، لا سيما وأن الذين عادوا حتى الآن من لبنان إلى سوريا لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها، وشدد على أن المساعدات الدولية يجب أن تقدم للنازحين في سوريا. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن لبنان لا يمكنه أن ينتظر تحقيق الحل السياسي في سوريا لتتم عودة النازحين، لأن التجربة الفلسطينية أظهرت أن 70 سنة مرت على حصول النكبة ولجوء الفلسطينيين إلى الدول العربية ومن بينها لبنان. وردا على سؤال، أكد الرئيس عون للوفد البرلماني أن القرار اللبناني مستقل وسيد، وهذا ما أدركه المجتمع الدولي لا سيما من خلال المواقف التي صدرت عن رأس الدولة في المحافل الإقليمية والدولية. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن لبنان وشعبه يريدان السلام والأمان في وقت تواصل إسرائيل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية. دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير ألمانيا في لبنان جورج بيرجلين، كما استقبل الوزير السابق عصام خوري وفي قصر بعبدة الأمين العام لرابطة قدامى مدرسة الجمهور ناجي خوري. واستقبل الرئيس عون الطالب اللبناني كريستيان إليف غالي مع أفراد عائلته وهنأه على تفوقه في امتحان AQA للرياضيات الذي تم في لندن وحل أولا من بين 21,000 مشترك ونال لقب عالم رياضيات شاب. إلى ذلك أبرق الرئيس عون إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني معزيا بضحايا السيول الجارفة. الرئيس بري كرر قوله بأن الوضع الاقتصادي خطير والعلاج في تشكيل الحكومة، والتقى وفدا نيابيا فرنسيا أبدى تفاؤله حول قرب تشكيل الحكومة. رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر قوله بأن الوضع الاقتصادي خطير والعلاج ممكن في تشكيل الحكومة شرط أن لا يستغرق هذا العلاج أشهرا، وأتحدث عن تفاؤل لدى الرئيس المكلف سعد الحريري، ولكن تبقى الأمور مرهونة بخواتيمها ونأمل أن تكون إيجابية. من جهة ثانية، الرئيس بري التقى وفدا نيابيا فرنسيا من مجلسي النواب والشيوخ برئاسة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ماريال دو سارنيز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ كريستيان كامبون بحضور السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي. الوفد الفرنسي أبدى ارتياحه للتطورات المتعلقة بقرب تأليف الحكومة اللبنانية، مؤكدا حماسة واستعداد الحكومة الفرنسية لترجمتها نتائج سادر. وكانت جولة أفق أيضا حول الوضع في لبنان وسوريا، وأخذ الحيز الأكبر من الحديث مسألة السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك موضوع ترسيم الحدود البحرية في الجنوب. وكان الرئيس بري التقى النائب فريد البستاني وتم عرض الأوضاع في المنطقة وموضوع مستشفى دير القمر. الرئيس بري التقى سفير ألمانيا الجديد في لبنان جورج بيرجلين في زيارة تعارف. في بيت الوسط الحريري التقى سفراء ووجه رسالتين إلى ملك الأردن ورئيس الوزراء معزيا بضحايا حادثة البحر الميت. التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط السفير الألماني في لبنان في زيارة بروتوكولية تخللها عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كذلك التقى الرئيس الحريري سفير البرازيل في لبنان باولو بينتو وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية كذلك. وقال بينتو أن الرئيس البرازيلي ميشيل تامر اتصل بالرئيس الحريري معربا عن أسفه لعدم تمكنه من المجيء إلى بيروت في تشرين الثاني المقبل كما كان مقررا لانشغاله بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل وانتظار النتائج. وفي بيت الوسط، وفد من الجامعة اللبنانية الأمريكية سلم الرئيس الحريري دعوة للمشاركة في العشاء السنوي للجامعة. من جهة ثانية، وجه الرئيس الحريري رسالتين إلى كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء عمر رزاز، أعرب فيهما عن ألمه لحادث غرق حافلة الطلاب جراء السيول التي حصلت في منطقة البحر الميت، ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل. هدوء ما بعد العاصفة وفنيانوس تفقد الأضرار، لافتا إلى أن الطرقات الخاضعة لوزارة الأشغال يتم العمل على صيانتها بشكل يومي. عاد الهدوء بعد جنون العاصفة القصيرة وبعد أن استعاد المواطن المشاهد المألوفة بعد كل شتوى مخلفة وراءها أضرارا كبيرة في المباني والطرق وتحطم زجاج مئات السيارات في مناطق عدة، وتحولت الشوارع إلى مستنقعات، كما أدت الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة إلى سقوط بعض الأشجار المعمرة، كما ألحقت أضرارا جسيمة بالمزروعات ودخلت المياه بعض المباني.
كما تكشفت العاصفة عن توقف أعمال الملاحة في صيدا وخلفت بعض الأضرار البسيطة. المنخفض الجوي الذي سيطر على طقس لبنان بدأ بالانحسار، وستشهد الأيام المقبلة استقرارا في الأحوال الجوية مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة. وزير الأشغال يوسف فنيانوس جال على المناطق متفقدا الأضرار، وعين الوضع على أوتوستراد جل الديب حيث تجمعت المياه في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن كمية المتساقطات التي هطلت كانت أكثر بكثير من السنوات السابقة، لافتا إلى أن الطرق الخاضعة لوزارة الأشغال يتم العمل بها بشكل يومي. ما تنسوا أنه هون عم نقيم الجسر اللي أقره مجلس الوزراء اللي بمنطقة جل الديب اللي عم بيصير فيه أشغال. إذا بترموا الكاميرا شوي بتشوفوا على جانب الطريق في الأعمال الناتجة عن هذه الأعمال تبع الجسر، بس تشتي الدنيا عم تضطر الرمول والأتربة الموجودة على أطراف الطرقات عم تنزل عم بتسكر المجاري، لهالسبب عم بيصير في شوية تعويم بالمي. بدي أقول شغلة، هيدي الطرقات الموجودة الخاضعة لوزارة الأشغال، الأشغال عم بتصير فيها بشكل يومي، شمالي طريق الشام وجنوبي طريق الشام اللي عم بيصيروا بالعاصمة بيروت هول مش تابعين لوزارة الأشغال. 5 دقائق عاصفة كانت كافية وكفيلة لبروز الاهتراء في البنى التحتية وعدم تأهيل الطرق، 5 دقائق أوقعت مصائب إضافية على رأس المواطن. في مجلس النواب التقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب ياسين جابر وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين. البروفيسور جاسم عجاق يؤكد استقرار الليرة مشيرا إلى أن الحلول الاقتصادية تأتي بتشكيل الحكومة فقط. التفاصيل مع ندى الحوت في الفقرة الاقتصادية. في الفقرة الاقتصادية نطرح الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى مرحلة حساسة، وهناك معلومات تقول أن حاكم مصرف لبنان دكتور رياض سليمي يقاتل وحيدا على جبهة حماية الوضع النقدي، فهو يجول العالم لحماية الوضع المالي واستقرار النقدي، وهناك كلام للرئيس بري يأتي في إطار التحفيز لتأليف الحكومة. هذا الموضوع نطرحه مع المحلل المالي الاقتصادي بروفيسور جاسم عجيقة. قراءة لهذا الموضوع. يعني مما لا شك فيه انه حقيقه الوضع المالي للدوله اللبنانيه هو الاصعب، بغياب اي نمو اقتصادي يقدر يزيد من مداخيل الدوله. نحن بنشوف انه الوضع المالي هو يعني مثل ما بقولوا الوضع اللي اصعب شغله، هو اصعب شيء باليوم واللي بيخوف اكثر شيء. لذلك نعم يعني تحذيرات دوله الرئيس بري هي تحذيرات بمحلها. نعم اذا ما عملنا شيء، اذا ما يعني ما صار في اي نوع من انواع الاجراءات لدعم الماليه العامه في عنا خطر. من ناحية حكم مصرف لبنان فينا نقول انه الليرة يعني عمل لها الاجراءات اللازمة لحمايتها، وبالتالي لا خوف عليها حقيقة، لا خوف. معلومات اللي موجودة عندي بتقول انه الطلب باليومين الماضيين على الليرة اللبناني فاق بنسبة كتير كبيرة الطلب على الدولار. يعني هذا الكلام ببدد المخاوف عند اللبنانيين. نعم هذا الكلام ببدد المخاوف. والارقام بين ايدي، يعني بقدر اقلك بالتحديد قديش كان الطلب اليوم. بس انه نعرف نحن أن السلطات النقدية ما لها سيطرة على السياسة المالية للدولة اللبنانية، وبالتالي هون لازمنا حكومي. يعني ما بقى فيها الدولة تكفي بدون حكومي لحتى تدير هالشؤون هذه، خصوصا نحن رايحين على موضوع صادر. يعني إذا ما كان في حكومة ما بتتم التشريعات، ما بتتم الإصلاحات. يعني باعتقادنا أنه الـ بدون تنفيذ المؤتمر سيدر واحد بشقيه الاستثماري والإصلاحي في عنا إشكالية كتير كبيرة. ولازم حتى نقدر نخلص نطلع من هالمشكل اللي نحن فيه لازمنا تطبيق مشروع سيدر واحد، مشاريع سيدر واحد. المشكل انه بدك حكومي اليوم، لازمنا حكومي، لازم حكومي تتشكل اليوم قبل بكرة لانقاذ الوضع الاقتصادي هذا الموجود. يعني المشكلة اليوم بروفيسور انه كل ليرة نحن عم نصفها بالدولة اللبنانية نحن عم نتدينها. هذه اليوم فينا يعني نقول نسبة كتير كبيرة من اللي عم نصرفه مزبوط هو دين. عم نحكي كقطاع عام. الدولة اللبنانية للأسف عندها إفراط بالإنفاق، وهذا الإفراط بالإنفاق بيوصل لمستويات كتير كبيرة. المطلوب مثل ما قلت لحضرتك تطبيق المقررات سيدر واحد، وخاصة الشق الإصلاحي حتى نخفف الإنفاق. أقله بس
لحتى ننزل العجز بالموازنة العامة 5% مثل ما هو متفق عليه. نعم. يعني وقف التوظيف، وقف الانفاق بكل انواعه، الانفاق الجاري، وهذا الامر اكيد بيتطلب حكومي، فنتامل انه الحكومه تتشكل اليوم قبل بكره. اهلا بكم من جديد. منذ قليل وصل وزير الاعلام ملحم الرياشي الى بيت الوسط للقاء الرئيس الحريري، وكان وزير الاعلام او برعايه وزير الاعلام نظمت الاكاديميه الدوليه لبناء القدرات المؤتمر الدولي السنوي لرجال وسيدات الاعمال، والكلمات ركزت على تبادل الخبرات ودور المراه. نظمت الأكاديمية الدولية لبناء القدرات وكولات أكاديمي المؤتمر الدولي لرجال وسيدات الأعمال برعاية وزير الأعلام ملحم الرياشي ممثلا بمستشاره أنطوان نجم، الذي أسف لكون المؤتمرات التي تعقد تحت عنوان الحوار والتواصل لا تصل دوما إلى النتائج المتوخاة، مذكرا أن الوزير الرياشي كان من السباقين إلى طرح تعديل اسم وزارة الأعلام إلى وزارة حوار وتواصل. عم نحضر كتير مؤتمرات عم يعملوا، مش رجال الأعمال الصناعيين كمان بكل هالإطار، هيدا كله من شان نهضة البلد يعني على أمل. الإعلام هو حجر أساسي وكتير مهم بكل البلدان، لأنه وبتعرف هلأ أني الإعلام كل رجل منا صار معلم، صار إعلامي إذا بدك، من وراء السوشيال ميديا ومن وراء الواتس أب والقصص، يعني صار كل زلمة بيقدر يحكي إعلام. فمن شان هيك دور الإعلام كتير مهم، مش بس بهالمؤتمر، بكل شيء، أنه نفرج الوجه المضبوط ونحكي الحقائق. الاحتفال الذي قدمته الزميلة ابتسام عكوش توالى على الكلام فيه سفيرة حقوق الإنسان أنطوانات شاهين، رئيسة جمعية إنسان للبيئة والتنمية ماري تيريز سيف، علي برو وماجد الحاج. تبادل الآراء بسبل تطوير الاقتصاد والسبل رح يكون في إضاءة على أهمية المؤتمرات، ورح يكون في كلمة عن أهمية المرأة ونجاح المرأة بالاقتصاد والتجارة والعمل بالمجتمع. خبرات اللبنانية كبيرة ومتقدمة في هذا المجال، وإحنا كلنا أمل بأنه يكون هذا اللقاء يعني حافل بالجديد اللي ممكن نستفيد منه بمشاريعنا. وفي الختام قدمت رئيسة المؤتمر الدكتورة كولات الخوري يوسف دروعا تكريمية وشهادات للمشاركين في المؤتمر. جولة في الشوف ولقاء في المختارة للسفير الإماراتي والقائم بالأعمال السعودي. زار سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد بن سعيد الشامسي والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد البخاري منطقة الشوف، ضمن جولة شملت المؤسسة الصحية لطائفة الموحدين الدروس في عين زين، ومؤسسة العرفان التوحيدية في السنقانية، ومسجد الأمير شكيب الإسلام في المختارة، واختتمت في منزل رئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زين الدين في بلدة الخريبي بحضور شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي نائب تيمور جنبلاط. الشيخ علي زين الدين أقام مأدبة غداء تكريمية للسفيرين، وفي كلمة له حيا المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب طائفة الموحدين الدروز ولبنان في أصعب المراحل، مؤكدا استمرار وتعزيز هذه العلاقة. الوزير بخاري بدوره شدد على علاقة بلاده مع طائفة الموحدين الدروز وتعزيزها، أمن الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، معلنا عن باكورة مشاريع سعودية ستنفذ في لبنان بعد انطلاقة الحكومة. إلى ملفات المنطقة، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة عصر اليوم إلى 4 شهداء. وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على محتجين على حدود القطاع فقتلت 4 وأصابت 50 على الأقل اليوم الجمعة. قالت مسؤولة بالأمم المتحدة أنه تقرر تأجيل إرسال قافلة مساعدة تقودها المنظمة الدولية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، كان من المتوقع أن تصل السبت، ويحتاج آلاف المدنيين العالقين في المخيم المساعدات بشدة. وذكرت المسؤولة في الأمم المتحدة في دمشق فدوى عبد رب بارود لرويترز أن القافلة المشتركة المزمعة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري لمخيم الركبان تأجلت لأسباب أمنية ولوجستية. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.